لمزيد من التفاصيل حول أداء أسواق المال العربية بعد نهاية الجلسة الأولى لهذا الأسبوع، ينضم إلينا مباشرة من المملكة العربية السعودية السيد أحمد رمزي المحلل الاقتصادي بشركة أرقام. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور يا فندم. مساء النور. لو تلخص لنا بداية رأيك في الأداء البورصات العربية بختام تعاملات اليوم، في الحقيقة مالت للتراجع، هل هناك من سبب اجتمعت عليه هذه البورصات؟ نعم، نحن نشوف بداية اللي حصل النهارده شيء طبيعي، يعني ظل الارتفاعات اللي شهدتها السعودية خلال الأسبوع الماضي. النهارده كانت عمليات جني الأرباح، استكمال عمليات جني الأرباح اللي كانت بدأت في مسامير بعد ما حققت بعض البورصات ديت او مؤشرات الاسواق الرئيسيه ديت ارتفاعات لم تحققها منذ سنوات. على سبيل المثال مثلا كان مؤشر السوق السعودي سجل يوم الاربعاء الماضي اعلى اغلاق له بنحو 3.5 تقريبا، مؤشر سوق ابو ظبي اعلى مستوى ليه منذ نصف 2014. فكان طبيعي تحصل هذه عمليات جني الارباح خلال جلسه اليوم وجلسه تسليم الماضي. عمليات جني الارباح طبيعيه، ممكن ما تستمرش معانا بقيه الاسبوع، لكن هيحددها بشكل رئيسي مستوى الاداء الاسواق العالميه زي ما احنا عارفين يتطبع بهذه الاسواق بالاسواق الامريكيه والاوروبيه. نعم. طيب أستاذ أحمد، إلى أي مدى أسهمت مبادرة الفاتورة المجمعة التي أطلقتها وزارة العمل السعودية في تحفيز قطاع التشييد من وجهة نظرك؟ نعم، هو الحقيقه مبادره الفاتوره المجمعه هي مش هتنعكس على قطاع التشييد فقط، ولكن هي هتسهم في دعم جميع او معظم القطاعات اللي موجوده في الاقتصاد السعودي. مبادره الفاتوره المجمعه هي حقيقه جت في وقتها ظل شكوى بعض الشركات من انها تاثرت من الاعراض الجانبيه لعمليات الاصلاح اللي بتمر بها المملكه. جت المبادره ديت علشان تبث بعض الثقه شويه في هذه الشركات، خصوصا ان كثيرا من هذه الشركات كانت شكواها ان الرسوم ارتفعت عليها بشكل كبير جدا. اظن مبادره الفاتوره المجمعه هتقدر طبعا هذه الشركات، احنا عندنا 316,000 منشاه هتستفيد من المبادره دي، كل هذه المنشات من النطاق الاخضر فيما فوق. كمان هذه المبادره هتقدر تحفز الشركات اللي هي اسفل النطاق الاخضر، ودولت حتى تقريبا 48,000 منشاه هيستفيدوا ان هم يحسنوا من مستواهم ومن نطاقهم، وبذلك ينعكس الامر على هدف رئيسي من اهداف المملكه الفتره الجايه وهو هدف التصميم. المبادره هتفيد الشركات فتقدر تدعم الاقتصاد، وفي نفس الوقت هتحل ازمه في ان هي تخفض مستوى البطاله بشكل رئيسي بزياده نسب التوطين في المنشات الموجوده في المدينه. نعم. طيب كيف ترى أداء السوق العربية خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية هذا الأسبوع بشكل عام؟ نعم، الأسواق العربية بشكل عام خلال الأسبوع نعتقد أن هيبقى في تباين في الأداء بينها وبين بعضيها، لعل فترة الإعلان عن التوزيعات اللي بدأت مع بداية يناير اللي فات تقدر تدعم الأسواق شوية. احنا عندنا في السعوديه اجمالي التوزيعات المعلن عنها في السوق السعودي بلغ تقريبا 61,638,000 ريال، 638 مليون ريال اسف، ولغايه دلوقتي مجرد اعلانات ولسه الشركات بتعمل ده كله بارتفاع 3.5% عن 2017. الحقيقه يعني نسبه كويسه، رقم جيد. ممكن نلاقي السوق السعودي وبقيه الاسواق زي سوق مصر وغيره اللي تتوالى فيهم الاعلان عن توزيعات الارباح يقدروا يتحركوا بشكل جيد خلال الاسبوع دوت وسط تباين في الاداء بينهم وبين بعض. شكرا جزيلا لوجودك معنا الاستاذ احمد رمزي المحلل الاقتصادي بشركه أرقام.